دي احلى حاجه, احلى مفاجاه في حياتي. دي مليكة بنت حمدي بدر. دي حبيبه قلبي. احنا عاملين لحمدي بدر وعايزين نعرف ناس مين حمدي بدر. يا ريت انت لبق عني, عرف الناس. لا الموضوع مش محتاج لباقه. حمدي بدر ده واحد صاحبنا كلنا, كلنا وبيشتغل معانا كلنا, واحنا بنحبه جدا جدا, جداً. ودي بنته مليكة اللي بنحبها. بس أنا اكتر منه مليكة اكتر منه. شفتي كلنا بنحب مليكة اكتر من حمدي شخصيا. بس اللي حصل بقى مؤخرا, ما بقتش بتقول سعد الصغير, بقى بتقول مهدي. لا والله. اه والله. يا بنت عملت لها حاجه؟ لا 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 ولا حاجه. دخلوا لنا مليكه يا جماعه. مليكه. لا والله. حبيبي ملوكه. ملوكه حبيبي. ايه كمان ده؟ مليكه. ايه العسل ده؟ سلام عليك. اوكي. اولا هاي مليكة. مليكة, مليكة داخله بالكاميرا والسيلفي ستيك عشان تتصور. ايه سيلفي مع مايا؟ خليها معانا كلنا. طيب سيلفي مع مايا. طب هنتصور. هتتصوري مع مين؟ سيلفي مع مايا. لا تعالي 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 اقعد يا سعد كده. مايا بص, ما بصي عشان تتكلم لازم تتكلم في المايك. بلاش تكذب حضرتك, لازم تتكلم في المايك. اوكي تتكلم. تعالي يا مليكه. لا مش عايزين تاثير. مش عايزين تاثر عليها. لا هكلم مامتها يعني وتيجي معايا دلوقتي. ايوه شايفاها. استني استني مليكه. مليكه ده اسمه ايه؟ صغير. الله. طب يا مليكه دي اسمها ايه؟ حمدي يا بدر لو بنتك ما قالتش اسمي هطلع عينيك. انا اسمي ايه يا مايا؟ يا يا مليكة. لا لا خلاص انت معاك المايك. لازم تقول اسمي عشان ما تخانقش مع حمدي بدر. عيب. لا هتخانق مع حمدي بدر. حد في سنك كده وفي شبوبيتك ورجوليتك ينفسر كده؟ عيب يا عم. لا لا ان شاء الله. يا مليكة انا ما لحقتش. يا مليكة حرام عليك. مليكة طب انا اسمي ايه؟ انا اسمي انا اسمي مايا دياب. مايا دياب. طب قولي سعد الصغير. ماشي. لكن تقولي مايا دياب. هي جاوبت. ما توشوش. حبيبي. طب ما توشوش. حبيبي. انا حبيبي. اي لاف يو مالي. بص حاجه بس حاجه ما تقولهاش. بس خلينا نيفر سي حبيبي مليكة. انت بص بتقولها في ودنها برضه. سعد ماشي بعد اذنك. ما تسيبها انت نمت نفسنا ليه كده؟ عمه اسمه ايه اللي بيدي فلوس لبابا؟ ها حبيبتي. انت عايز ترشيها؟ والله تعالي يا مليكة عشان اتصور معاكي سيلفي انا ومايا. وشعري. لا بعد الشر عشان انت عايز تعمل كده. ما حصلوش حاجه. تعالي اوكي. هات كده. انا اسمي ايه؟ انا اسمي ما تبصيش لمايا. انت اه والله اسمي ايه؟ كله هيدا بقى له طعم. لا استني بس هي بتقول خلاص يا عم. عمريش. الله عمريش. قلبي انت قلبي قلبي. هي ما قالتش لما انا قلت لها موضوع الفلوس. خلي بالك طبعا زي حمدي. لا لا عيب. حمدي مش مد الجدعانه كلها. ازاي كده؟ حمدي الجدعانه كلها طبعا. يلا هنتصور. احنا بنهزر على حاجه. قولوا اي كلام. يلا هتتصوروا. عايز ادخل على الصوره. يلا ماشي. يلا تعالى سعد. انا معاك. اتفقنا سعد. يلا مليكة بصي بصي للكاميرا. يلا واحد اثنين. بيصور. بيبي ليكا. مليكة حبيبي. مليكة هتفضل معانا عشان تساعدنا في الاخر. و شفت معجباتك صغيرين ازاي؟ في جنبي يا حبيبي. طب يلا احنا وصلنا للاختبار النهائي خلاص. اوكي. وهنخلي مليكة ترجع لمامتها ولباباها عشان اللعب هيحلو. والله. جاهزين؟ جاهزين جاهزين. جاهزة يا مايا؟ يلا بينا على الاختبار الأخير. يلا.